السلام عليكم. يقول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولم يحدد سبحانه وتعالى هذا الانتشار بحدود الوطن، بل أمر عباده أن يمشوا في الأرض وأن يبتغوا من رزقه أينما كان. والرزق ليس مال فقط، قد يكون علم أو مكانة أو منزلة أو أرض طيبة تتوفر فيها مقومات العمل والنجاح. لذلك تجد نماذج عديدة من العلماء والأطباء والمهندسين العرب وغير العرب الذين اختاروا السفر والإقامة أينما وجدوا البيئة الحاضنة للإبداع والابتكار وسبل الدعم لقدراتهم وتفوقهم العلمي. وهذا أمر لم يعيبهم ولم يمنعهم من مواصلة خدمة وطنهم وإعلاء اسمه ورايته في الخارج بصورة مشرفة. وكذلك الأمر على مستوى الثقافة والفن والموسيقى والغناء والتمثيل ومختلف أنواع الفنون. فريد الأطرش من سوريا، صباح من لبنان، وردة جزائرية، سميرة سعيد من المغرب، وغيرهم من النجوم والمواهب العظيمة اختاروا الإقامة والعمل في مصر، حيث وجدوا البيئة الحاضنة للإبداع وتوافر كافة العوامل التي تخدم وتدعم أصحاب المواهب الفنية وتقدم أعمالهم في أفضل صورها. وهذا أمر لم يعبهم يوما ولم يكن سبب في استياء أو نقد من أبناء وطنهم، وأيضا لم يتسبب يوما في تعرض مصر لأي نوع من أنواع الإساءة أو النقد. وكذلك على المستوى العالمي، على سبيل المثال الممثل الإيطالي الباتشينو، ممثلة أسترالية نيكول كيدمان، مطربة كندية سيلين ديون، كلهم اختاروا الإقامة والعمل في أمريكا حيث وجدوا المناخ والبيئة والفرصة الجيدة لتقديم المواهب وإطلاقها للعالم. نفس الأمر في الرياضة، كم من أبطال الرياضة العالميين في مختلف الرياضات اختاروا العيش والتدرب في أمريكا أو سويسرا أو بريطانيا كلاعب التنس مثلا، حيث البيئة والمناخ والمقومات الأمثل لخلق بطل تنس عالمي. والأمثلة كثيرة في جميع الرياضات ولا تعد ولا تحصى. التفوق والإبداع في جميع المجالات لا وطن له. المهم هو الإصرار على تحقيق الأحلام والأهداف ومواصلة تقديم العلم أو الفن أو الموهبة لمجتمعك ولجمهورك ولكل من يقدر هذا التميز فيك ويحترم قيمة ما تقدمه في أي مكان في العالم. من ناحية أخرى، لا يمكنك إلا أن تحترم أي دولة تسعى لاستقطاب نماذج أجنبية ناجحة من كافة دول العالم في جميع المجالات وتوفير البيئة الحاضنة لهم وكافة عوامل النجاح واتباع نهج التطوير المرتكز على تأصيل ثقافة الإبداع والابتكار والمواطنة الإيجابية وجعلها أسلوب حياة لتحقيق المزيد من النجاحات على كافة الأصعدة العلمية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية، وتعزيز الصورة الحضارية للدولة كأرض خصبة لنجاحات مختلفة. لذلك لا يمكنك إلا أن تحترم ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على سبيل المثال، وسبقتهما إليه العديد من دول العالم، وهو اعتماد تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز والإقامة الدائمة للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم، وذلك للحفاظ على الكوادر البشرية المتميزة والمواهب المقيمة حالياً في الدول، وتعزيز اقتصاد المعرفة وتمكين الدول من الدخول في مشاريع بحثية وتكنولوجية طويلة الأجل، وجذب استثمارات جديدة لقطاعات رئيسية كالعقار والسياحة والصحة والتعليم. هذه الدول هي بالفعل مراكز جذب عالمي للاستثمارات والعقول والمواهب. هي دول ترتكز جهودها على استشراف وصناعة المستقبل وتعمل على دعم العقول الشابة والمواهب الواعدة وتعزيز كفاءة العمل والارتقاء بمستويات الخدمات وجودة حياة الفرد، فضلاً على تشجيع الابتكارات الحديثة والأفكار الإبداعية وتبني التكنولوجيات المتقدمة وتحويلها إلى ابتكارات تخدم الوطن والإنسانية وتقودها نحو آفاق أرحب من التقدم. كذلك لا يمكنك إلا أن تحترم ما قامت وتقوم به المملكة العربية السعودية من استقطاب لمواهب الفن العربي والعالمي وتوفير كافة عوامل النجاح لهم لتقديم مواهبهم وفنهم وعروضهم في موسم الرياض مثلاً، في ثورة غير مسبوقة في مفهوم الترفيه في المملكة العربية السعودية.
كيف يمكنك ألا تحترم هذا التوجه من دولة أدركت معنى وقيمة وأهمية ثقافة الترفيه من تعزيز لصورتها الثقافية والحضارية وتحسين جودة الحياة للوطن والمواطن وفتح مجالات وصناعات جديدة ومختلفة حوله تنعش الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل وتفتح أفاق جديدة للاستثمار والمستثمرين وتنشط السياحة الخارجية والداخلية؟ وعلى الرغم من ضخ دعم مادي في هذه الصناعة إلا أن العائد على الاقتصاد المحلي كبير أيضا. هذه الأموال كانت تصرف في دول مختلفة والآن تصرف داخل المملكة، لذلك بكل تأكيد هذا أمر لا يعيب المملكة بل يعلي من شأنها وقيمتها بما تقدمه لشعبها للوطن العربي ولصناعة وصناع الفن والترفيه. وأيضا هو أمر لا يعيب الفنانين بل يفتح لهم أفاق جديدة لتقديم فنهم وإسعاد جمهورهم. ودليل النجاح هو كم الفنون والعروض والمسرحيات الغير مسبوق وتمديد أيام العرض للإقبال الشديد واستحداث حفلات لنجوم وعمالقة الفن. استقطاب النوابغ والمواهب والمواطنة الإيجابية هذا أمر يجب أن ننظر له من جانب ما يحققه من أهداف وفوائد عديدة لجميع الأطراف من دول ومستثمرين وعلماء ومهنيين وأصحاب مواهب وأيضا للجمهور وأبناء المجتمع العربي. هذا نوع من العطاء المتبادل وتعاون مثمر ومفيد وكرم ترحاب وحسن ضيافة وتقدير من أجل الإسهام بشكل فعال في عمليات التنمية المجتمعية في كل القطاعات والمجالات. هذا أمر يجب أن ننظر إليه بإيجابية وسعادة وفخر بأن أرضنا العربية هي منطقة خصبة وجاذبة لمختلف أنواع النجاحات. والله يحفظكم ويحفظكم.